إن صلاح الأرض وإصلاح الأرض ليس بالمشاريع الضخمة وبناء العمارات الفارهة والشوارع الواسعة، ليس هذا هو الإصلاح المقصود، إنما إصلاحها بطاعة الله عز وجل. نعم، لا مانع من بناء المساكن، ولا مانع من شق الشوارع لمصالح العباد، لكن لا يقال هذا هو الإصلاح مع تعطيل الإصلاح الديني. لا بد من الأمرين، ولا يغني الإصلاح الدنيوي عن الإصلاح الديني أبدا، بل هو مطغٍ لأهله، مطغٍ لأهله كما حصل للأمم السابقة. إنما تعمر الأرض بإقامة هذا الدين، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعمر الأرض بطاعة الله سبحانه وتعالى، بإقامة الحدود التي أمر الله بإقامتها، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. بهذا تعمر الأرض ويستقيم أحوال العباد. أما تعطيل أوامر الله ورسوله وتمكين أهل الفساد من إظهار فسادهم، فهذا هو خراب الأرض. قالت أم سلمة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. والله جل وعلا قال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مصلحون، ولم يقل صالحون، بل مصلحون، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.